أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل
النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang terhormat, selanjutnya peserta dengan nomor urut 21 akan membacakan surah An-Nisa